أهلا بحضراتكم بعد الفاصل. 9 سنوات مروا على تولي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر الشريف. 9 سنين والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخا للأزهر الشريف. كل عام والإمام الأكبر بخير، كل عام والعاملين في الأزهر الشريف سواء في المشيخة أو في الجامعة أو في المجمع البحوث الإسلامية أو في المعاهد الأزهرية، كل العاملين في الأزهر الشريف بخير وسعادة إن شاء الله. الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الحقيقة له إسهامات كبيرة جدا على المستوى العلمي وعلى المستوى العملي. على المستوى العلمي كثير من المؤلفات صدرت عن الدكتور أحمد الطيب سواء في وقت التدريس أو الأستاذية أو رئاسة الجامعة أو حتى في مشيخة الأزهر الشريف، أشرف على مئات الرسائل الماجستير والدكتوراه في الأزهر الشريف وخارج الأزهر الشريف. الحقيقة له آراء متفردة ومنفتحة جدا، وهو من الشخصيات اللي بنعول عليها دائما في الانفتاح على الواقع وعلى المستحدثات وعلى مستجدات الأمور. الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أنا شخصيا يعني بحب هذا الرجل، بحترم هذا الرجل، بأقدر هذا الرجل، بأوقر هذا الرجل، لأنه على المستوى الشخصي إنسان غاية في الاحترام والأدب والأخلاق، وعلى المستوى العلمي هو عالم جليل جدا من علماء الأزهر الشريف، وعلى المستوى العملي استطاع أن ينهض بالأزهر الشريف يعني نهضة كبيرة جدا. زار 21 دولة في 9 سنوات دول، 34 تقريبا زيارة خارجية قدم فيها إسهامات وآراء مستنيرة جدا سواء في ألمانيا أو في غيرها. كان هناك آراء مستنيرة في الاحتفالات اللي بيحضرها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. تعرض الأزهر الشريف في فترة 2011 و2013 تعرض لهجوم وتعرض ل يعني مناورات سياسية وتعرض لمحاولات لإسقاطه وتعرض لمحاولات لإخوانته، وكان الأزهر الشريف أقوى من كل هذه المؤامرات ومن كل هذه التدابير التي حيكت له بليل من أجل إسقاط الأزهر ومن أجل إخوانة الأزهر ومن أجل يعني السيطرة الكاملة على الأزهر الشريف. أنا بقدم صادق التهاني للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على مرور 9 سنوات على توليه مسؤولية إمامة ومشيخة الأزهر الشريف، وأقدم صادق التهاني أيضا لكل العاملين في الأزهر الشريف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل الأزهر دائما منارة للعلم ومنارة للتثقيف ومنارة للوسطية ومنارة لقيادة الإسلام الوسطي المستنير في العالم كله إن شاء الله. بضم صوتي لصوتك يا فضيلة الشيخ مظهر، وبقوم بالتهاني أيضا لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر، وأسمن على هذه الاحتفالية اللي احنا أعتقد أن احنا في الصديقان بنختص بها وبنحتفي بمرور 9 سنوات. أعتقد مفيش برنامج عمل ده ولا هيعمل ده، لأن احنا بوجه خاص نكن التقدير والاحترام لفضيلة الإمام الأكبر. واسمحوا لي برضو أستعرض بعض المشاهد اللي هي بتأثر في نفسيتي وفي نفسي، ومن خلالها أقدم التحية والتقدير لهذا العالم الجليل. ربما المشهد الذي فعلا بيهزني بعنف أنه أشوفه كل شوية يروح بلدته أو قريته في الأقصر ويحتفي ويصلي مع أهل بلده في بكل بساطة وترحاب. أشوف فيه أنه هو لم ينعزل في يوم من الأيام عن طبيعة الشعب المصري البسيط وعن أهله وعن أقاربه وعن عيلته، وبالتالي هذا الأمر الذي نكنه لكل إنسان حينما لا ينفصل عن عائلته بتقلد المناصب أو بتعالي دوره في المجتمع، ينسى قرايبه وينسى أحبابه وينسى أصحابه. لا، الإمام الأكبر هذا إن دل على شيء يدل على طبيعته الإنسانية الطيبة، اللي هو من نبت طيب، ما ينسيش أهله بتقلد المناصب العليا، وصل لإمامة الأزهر الشريف وبالتالي طبعا أو إمامة مشيخة الأزهر، وبالتالي ده منصب كبير جدا جدا، يعني يعادل مثلا منصب رئيس وزارة أو حاجة، لكن لم ينفصل عن شعبه، وده طبيعة الإنسان اللي احنا بنحب. فبنحب فيك فضيلة الدكتور أحمد الطيب هذا السلوك الإنساني الجميل. وكمان مشهد آخر أحبائي، ساعات بعض الأئمة أو بعض المشايخ يرفضوا مثلا الاحتفال بأعياد ميلادهم. البابا طبادروس التقى به من فترة قريبة، وكانت المقابلة تصادفت أن يوم عيد ميلاد شيخ الأزهر، فكان مجهز له تورتاية ومجهز له شمعاية
وقعدوا مع بعض في وسط الحاضرين، وقام البابا تودروس بالاحتفال بعيد ميلاد الإمام الأكبر في داخل الكنيسة القبطية منذ شهور قليلة. فدل هذا على شيء يدل على السماحة اللي بيكنها للمسيحيين في مصر، وقد ايه هو متعاون جدا جدا، وفعلا خلفيته الثقافية وخلفيته التعليمية كونه ان هو درس في فرنسا وحصل على الدكتوراه في كأستاذ للفلسفة في فرنسا، دفعته ان هو ينطلق ويتعرف على اصحاب الديانات الاخرى واصحاب الثقافات الاخرى، فلم يحدث بينه وبين احد خالص نوع من الانغلاق او نوع من علامات الاستفهام، بل بالعكس كان يتعاون مع كل اصحاب الديانات الاخرى على المحبة وعلى السلام، وهذا ايضا سلوك حميد لفضيلة الامام الاكبر. يمكن مشهد اخر يعني بحبه جدا في الامام الاكبر، يوم لما اسس بيت العائلة. بيت العائلة دي فكرة خاصة نبتت من ذهن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لما عمل بيت العائلة المصرية وقعد يسعى وراء الفكرة لغاية لما مجلس الوزارة أصدر قرار بتطبيقها على المستوى المحلي، وكانت الفكرة جميلة جدا حتى إنها غزت كل ربوع المجتمع الوطني. هذا ما فيش محافظة في 27 محافظة ما فيهاش فرع لبيت العائلة، مش بس في المدن الكبيره، ولكن في غالبيه المدن المصريه يوجد فرع لبيت العائله المصريه، شيخ مع قس ومجلس للعقلاء ومجلس للحكماء من نفس المنطقه اللي فيها هذا الفرع، بيتعاون دائما على اخماد الاحداث الطائفيه، بل توعيه الشعب وتحبيبهم في بعض وتقريبهم لبعض، و ويعني بحيث ان كل الشعب يكون على قلب رجل واحد في الاعياد مع بعض، في الاتراح مع بعض، في الافراح مع بعض، في كل المناسبات مع بعض. ودي ثقافه يعني ثقافه خرجت من ذهن فضيله الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب. فاحنا 9 سنوات مروا بسرعه، 9 سنوات كلها مليئه بالانجازات، 9 سنوات وفضيلتك بكل الصحه والعافيه، دايما رمز من رموز الاستناره المصريه، رمز من رموز التنوير. مشهد آخر أخيرا أحب أقوله للمشاهدين في هذه المناسبة، أنا كنت زمان طبعا طالع يعني زي أي حد في مصر بتقابل مع إخواتي المشايخ، بتقابل مع المسؤولين الدينيين في أي مكان أنا أوجد فيه، بتعامل مع الشيخ زي ما بتعامل مع القس بكل محبة. صورة الشيخ زمان مش زي دلوقتي، صورة الشيخ زمان كانت يعني كنت أشوفه الإنسان البسيط اللي هو يعني ما بيسعاش ان هو يثقف نفسه، يكتفي بما حصل عليه من علوم في مراحل دراسته التعليميه الازهريه. النهارده ما شاء الله التقي يعني بائمه كثيرين النهارده يعني سعوا للعلم واستناروا واستعانوا وتسلحوا بالعلم الحديث، يكتب على النت، يكتب على بيجيب اجهزه حديثه، بيرد على اسئله المتابعين في التو واللحظه. أصبح للمشايخ النهاردة أو خريج الأزهر أصبح لهم ثقافة حلوة، وبياخدوا دورات مكثفة لإكسابهم مهارة التعامل مع التكنولوجيا الحديثة في عصرنا. وبالتالي صورة الشيخ الأزهري في الماضي لا النهاردة ما شاء الله تختلف كثيرا جدا عن صورة خريج الأزهر هذه الأيام، وهذا إن دل على شيء دل على أنه في هدف استراتيجي لدى الدكتور أحمد الطيب بيسعى إلى تطبيقه ويحدث نقلة كبيرة جدا في الساحة الأزهرية وعلى المستوى، باعتبار أن الجامع الأزهر هو يعني حامل الإسلام الوسطي للعالم كله. انظروا أيضا إلى جريدة صوت الأزهر هذه الأيام، شوفوا شكلها، شوفوا منطقها، شوفوا الرسالة اللي بتقوم بيها، شوفوا التغيير والتطوير اللي أحدثته في الساحة الصحفية، وهذا كله لا يتأتى إلا بجهد وجود قامة عظيمة مثل الدكتور أحمد الطيب على رأس مشيخة الأزهر. التهنئة كل التهنئة لفضيلتك، وباسمي وباسم واحد من خريج الأزهر فضيلة الشيخ مظهر شاهين، وباسم الكنيسة المصرية عن قداسة البابا بنقدم لك التهنئة أيها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ويا رب 90 سنة وإنت موجود معنا وأكثر إن شاء الله وإلى مدى الأيام. آمين يا رب العالمين. عيد الأم، كل عام وأمهات مصر بخير، كل عام وأمهاتنا في العالم العربي والإسلامي بخير، كل عام وكل أم سواء في مصر أو في العالم العربي والإسلامي أو في أفريقيا أو في العالم كله
بخير وأمن وسلام وسعادة ومحبة وهدوء وسكينة وصحة وستر وعافية.